ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة لا تيأس فالخير بنا فطرة الله استعمرنا والأرض غدا تشهد فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا تحصد لا لا لم نخلق عبدا حاشانا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما ولآخر لحظة اصنع معروفا وارس فكرة لا تيأس فالخير بنا فطرة الله استعمرنا